صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من أخرج زوجته من البيت لتذهب إلى أهلها لحل خلاف بينهما وحتى لا يصل الأمر إلى الطلاق، فهل هذا داخل في الآية في تحريم إخراج المرأة من بيتها؟ يعني قصدها المطلقة أو قصدها المرأة غير المطلقة، لا يخرج المرأة من بيتها. إذا كانت المطلقة لا تخرج من بيتها، كيف بغير المطلقة؟ لها حق السكنة. نعم.